في نواكشوط الغربية القبض على عصابة تمتهن السطو والحرابة على المواطنين تحت تهديد السلاح، وذلك بعد عملية بحث وتحر قادت إلى تفكيك العصابة. الشرطة وملاحقة المجرمين قدر لا مناص منه. المفوضية الخاصة للشرطة القضائية تعددت لديها الشكاوي من ضحايا هذه العصابة. أحد أفرادها استصعى القبض عليه إلا بعد مطاردة انتهت بإعطال سيارته فتم القبض عليه. بعد إبلاغنا عدة عمليات سلب في مختلف ولايات نواكشوط الثلاثة مع مطابقة مواصفات الأشخاص اللي نفذوا هذه العمليات، باشرنا تعليمات من الإدارة العامة للأمن الوطني بالبحث عن هذه المواصفات اللي في هذوك السيارات اللي نفذوا النوع من العمليات، وتم توقيف 4 سيارات تحمل نفس المواصفات، من ضمنها سيارة كانت استغلها شخص، والشخص من استغلها على أساس أنها سيارة أجرة، وكان بالأساس يستهدف العنصر النسوي بشكل فعال، حتى أننا سجلنا منه أكثر من 31 ضحية، ولا زالت الضحايا يأتينا إلى المفوضية من حين لآخر. وبعد توقيفه قمنا بتفتيش سيارته، ضبطنا فيها سلاحين ناريين، وكما قمنا بتفتيش منزله وضبطنا فيه ما يزيد على 30 حقيبة نسوية مع بقايا التي كانت موجودة مع النقود والهواتف، كما ضبطنا عدد هائل من الهواتف. وتم التعرف على المعني من خلال وجود ضحاياه وتعرف عليه بشكل واضح، وتعرف واعترف تنفيذ هذه العمليات منذ أكثر من شهرين. يستخدم المجرمون 4 سيارات بذات اللوحة الرقمية في محاولة لطمس الأثر، وبعد التفتيش تم العثور على كل المسروقات التي شملت حقائب نسائية ومختلف الألبسة، فضلا عن الرصاص الحي والأسلحة النارية. أنا واحدة من الضحايا يوم 9 في رمضان قالت بيا جمعية تقولوا محسن اللي عند بوتشي كسكس، قلت له دخل بيا في راجات، وقلت له عنه ولاد دخل بيا في راجات، لا مستمو في كلامي، جا ما أدري ما دفع وش أنا تسكي، سيت نتعابر مع هذا النوع، قال لي يعني أنا ما ندخل سكي، يدير فيا ما دفع. سميت نهائي سايب العيد واقف له التاكسي وقف في راجل، وركبت معاه تاكسي. ودخل فيه المطار مدفي بيا وبعض مني ممتلكاتي كاملة، وتلي يهددني وبعض ممتلكاتي وحاز علينا وشاطين المطار. أنا نهاري هذا تميت ماشي وعد بيسيري الصين، كنت عندي صك محفظة فيه 208,000 من الفضة القديمة، وفيه تلفوني آيفون وفيه تلفون صغيرة، تميت وقفت مولا تاكسي من شيكان قديم كاع عليه تاكسي، عليه إشارة تاكسي وعليه أجرة مكتوبة فوق، ركبت معاه ولين لحقت قد طب الحاجة، دخل بيا أدروات ودخل بيا في المطار وهددني ياسر من التهديد، وقبض صكي وقبض تلفوناتي، ومضيت ساعة طايحة راسي الجرجر هو يمشي بيا في الوتة، ومن هم وطى كراع الوتة من لورا على كراع الوتة الوراني وطى على كراعي ومشى عني. ينتحل اللص أحيانا صفة العسكري ويهدد بالسلاح الناري تارة أخرى، وبجهود هؤلاء الشرطة الذي تمثل في البحث والتحري والملاحقة بل والمطاردة، تم إلقاء القبض على أفراد هذه العصابة ليقدموا إلى القضاء وينالون ما يستحقون من عقاب. أفادت شبكة الاتصال الإداري التابعة